انتي؟ شو جابك؟ جاية كرمال قلك انه تتركي زين وتنقلعي من هالبيت فورا. قولي هالحكي لزين، زين هو اللي خلاني. ما تركك لانه بيحبك، بالعكس شفقان على حالتك. زين مو لانه شفقان علي تركني بهالبيت، غلطانه. تركني مشان ابنه يلي لسه ما خلق، ولانه مستني ابنه الموجود ببطني ورح يجي على الدنيا قريبا. فكري بالموضوع شوي، ابني لسه ما خلق على الدنيا، شو رح يصير لما يجي؟ شو برايك؟ عن جد؟ رح قلك رابي، زين رح ياخد منك ابنك ويقلعك لبرا حياتنا. انت شو مفكرة؟ مثل ما انا تقلعت من بيت اهلي بلا رجعة، واللي صار معي طبعا كان كله بسببك انت. بنفس الطريقة زين رح يقلعك من البيت. واذا كنتي مفكرة انه الولد رح يلغي الحاجز يلي بينك وبين زين، بتكوني غلطانة، لأنه زين مخطط إنه يتركك أول ما تولدي ويقلعك لبرا. إيه منتواجه، عندي ثقة بحالي وبعرف شو رح يصير بالمستقبل، وإنتي وثقي بأفكارك الغبية. منشوف مين فينا رح يربح هاي المعركة بالآخر ومين فينا رح يخسر. ألو؟ ألو؟ ألو رابي؟ ليلي كيف صرتي؟ أنا منيحة. لما شفتك كنتي تعبانة كتير ومكتئبة، وقلت لبابا لحتى يروح لعندك ويجيبك. كان فيكي تيجي كم يوم، بس لا. أنت ليش رفضتي تيجي؟ ليش ما إجيتي معه؟ فهمت. كيف بدك تعيشي معي بنفس البيت مثل الماضي؟ قلتي لحالك ما رح أرجع وعيش هنيك لأنه أمير عايش بالبيت، صح؟ بتكرهيني لكن. لا أمير، مو صح توقعك. أنا بقيت هون ببيتي، ما طلعت هلأ. أنت قلت إنك تعلمت مني شغلات كتير، يمكن كون معصبة منك، بس هالمرة أنت يلي عم تعطيني القوة يا أمير. شجعتني قاتل لأخذ حقوقي وما أسمح لهم، ذكرتني بكتير شغلات. شكراً كتير إلك، وقفت معي وما خلتني استعجل وأترك كل شي. أنت كنت السبب أني بقيت ببيتي، شكراً. سنا سنا غورستا كب ميري منزل هوا، كويا كويا وو ملنا كتنا مشكل هوا. أنه نحن بحاجة نروح شي رحلة لشي مكان ونتسلى. عن جد؟ كنت عم فكر بنفس الشي، لازم نغير جو بشي مكان، أنا وإنت وبس. عم حس بالملل كتير، منغير الروتين. ايه التغيير حلو، لنقدر نهرب من هالوضع الكئيب وبريح راسي. طيب لوين؟ لأي مكان. بس بتتذكري اول مكان التقينا فيه؟ تذكرتي؟ طيب رح اسأل امي وبكرة منسافر. تسأل امك؟ وبدك إذن؟ طبعاً، أنا رأي أمي بيهمني كتير، هاد شي طبيعي. ماما، أنا ونيشال رايحين رحلة كام يوم.
هي حاسة بالكآبة بالبيت، لهيك خططنا نطلع رحلة لكام يوم. ما بعرف شو بدي قلك ابني، بس لازم تركز على شغلك هالفترة لأنك جديد. أبوك كان يدير الشغل وبعمره ما فكر يتركه، وأنت هلأ صرت المسؤول. القصة بدها شوية وقت ابني. بعدين وين المشكلة؟ خلص بتطلع بوقت تاني. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ هذا أفضل وقت إلي ولزين لحتى نطلع وننبسط. الحياة كلها قدامه ليهتم بالشغل. بيقدر يهتم بالشغل بس يكبر. لكن ليش إجيتوا لتسألوني؟ إذا ما كنتوا بدكم تاخدوا برأيي ولا تاخدوا إذني، ليش لتسألوني؟ أنا ماني بحاجة لتوجيه من أي حدا. بحياتي ما سمعت وأخدت رأي حدا بشي، ولهلأ ماني بحاجة نصايح. شو هذا نيشال؟ ليش هيك عم تحكي مع أمي؟ أنا بحلها. ليش شو حكيت معها أنا؟ خلص روحي، أنا بحلها، أنا بحكي معها. استعجل بلا ما نتأخر. ماشي. زين، هالبنت كتير قليلة أدب ولازمة ترباية. ما بتعرف كيف لازم تحكي مع اللي أكبر منها. لازم تفهمها، وإلا أنا فهمها الأدب على طريقتي. هي ما غلطت معك، بس كلامها صريح. هذا اللي توقعته منك. فيكي تروحي على بيت أهلك إذا بتحبي. زين، أنت ما في داعي تاكل همي أبداً. أنت اخترت طريقك بنفسك، وأنا كمان رح أعمل بس اللي بيريحني. أنا مو حابب خليكي بالعتمة. لازم أوضح لك العلاقة اللي بيناتنا علاقة مؤقتة. أنت أول ما تولدي ابني فيكي تروحي لوين ما بدك. يعني أي قرار بتاخديه ما رح يكون في مشكلة. انتبهي على حالك. أنا ماني بحاجة لتوجيه من أي حدا. بحياتي ما سمعت ولا أخذت رأي حدا، ولهلأ ماني بحاجة نصايح. أنا مو حابب خليكي بالعتمة. لازم أوضح لك العلاقة اللي بيناتنا علاقة مؤقتة. أنت أول ما تولدي ابني فيكي تروحي لوين ما بدك.